الرحمن الرحيم، معكم المهندس محمد السيد من شركة الروضة لإنتاج وتصدير نباتات الزينة. إن شاء الله الموسم الجديد تلقي طلبات حضراتكم، ومتاح حاليا إن شاء الله بنسيانة أكاسيا بلوبة أحجام إن شاء الله 3 بوصة، وأكاسيا بلوبة 2.5 بوصة، وفي جاكراندا 1.5 بوصة في الموسم القديم إن شاء الله متواجدة حاليا، وفي من أرض الواقع في بطنس الشغل كله جاهز للتصدير من اليوم، وإن شاء الله منتظرين طلباتكم الموسم الجديد من أكاسيا ميتوزا أكاسيا جلوبا.